وزير الداخلية الليبي السيد فتحي بشاغة يشيد بضباط بالدعم الموصول الذي تقدمه المملكة المغربية من أجل تحقيق الاستقرار في بلاده، مؤكدا أن اتفاق صخيرات يظل الأرضية المثالية للوفاق الوطني. وأبرز السيد بشاغة في لقاء مع الصحافة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة في أعقاب لقائهما أن المملكة كانت دائما تقف إلى جانب الليبيين بكل حيادية. المملكة المغربية دعمت الليبيين وكانت دائما تقف مع الليبيين بكل حيادية، وقدمت أكبر دعم نراه نحن الليبيين في احتضان نقاشات صخيرات وكذلك اتفاق صخيرات، وهي الأرضية الباقية إلى حد الآن الأرضية المثالية للوفاق. ومن جهته قال السيد بوريطة إن المحادثات كانت مناسبة للتأكيد على دعم صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمجهودات الهادفة إلى إعادة الاستقرار في ليبيا، والتأكيد على أن المغرب يقف دائما بجانب الإخوة الليبيين لإيجاد حل ليبي للمشاكل التي تعاني منها ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية وعلى أساس اتفاق صخيرات. دعم جلالة الملك للمجهودات الرامية إلى إعادة الاستقرار في ليبيا، وعلى التأكيد على أن المغرب هو دائما بجانب الإخوة في ليبيا لإيجاد حل ليبي للمشاكل التي تعاني منها ليبيا، حل بعيد عن التدخلات الخارجية وحل من منطلقات اتفاق صخيرات. اليوم هو القاعدة الوحيدة التي اجتمع عليها الليبيون ولتدبير المرحلة الانتقالية، سواء من ناحية المؤسساتية أو من ناحية السياسية أو من ناحية الأمنية. كما شدد السيد بوريطة على أهمية المدخل الأمني لأي مقاربة للمشكل الليبي ولمجمل العملية السياسية في هذا البلد المغربي، مبرزا أن ليبيا في حاجة إلى استقرار أمني بالنظر إلى تفشي الجماعات المسلحة وجماعات إرهابية في بعض مناطق البلاد.